السلام عليكم، ازيكم؟ المنتجات سريعه التحضير او الاكلات سريعه التحضير بتبقى خيار سريع جدا ليك لو انت بتشتغل عاوز ترجع كده ايه تاكل لك اكله سريعه، حاجه ما تكلفكش اي وقت، تفتح الفريزر تجيب الاكل تسخنه وبس على كده. والكلام ده لو انت كنت زهقت شويه من اكل بره، زهقت مثلا شويه كده من اكل بره او من اكل البيت، حابب تجيب كده حاجه من الفريزر تسخنها وتاكلها في 5 دقائق. الاكلات سريعه التحضير في مصر مش كتير قوي، كانت جت بعد فتره الفيروس وانتشرت شويه، كان بدانا نشوف حاجات كتير زي الكشري مثلا سريع التحضير، وبعد كده شفنا اكلات بقى جاهزه على التسويه تحطها في الفرن تحطها في الميكرويف، لكن بعد فتره الحاجات دي اختفت شويه او قلت. لكن الصيف ده بدانا نشوف حاجات تانية بدات تظهر، انا ما اعرفش ليه كل شويه الحاجات دي بتظهر بتختفي تظهر تختفي. النهارده معانا 3 اكلات سوبر سريعه التحضير واكلات غريبه شويه علينا، مش حاجات بقى تقليديه. قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو واعمل شير مع اصحابك، اشترك معانا في القناه، وخلينا نبدا في اول اكله معانا النهارده. اول حاجه معانا النهارده هي شاورما سريعه التحضير. انا لقيت المنتج ده في سعودي ماركت لما كنت بشتري الايس كريم الغالي جدا المره اللي فاتت، وسالت الناس على الانستجرام هل نجرب الحاجات دي؟ ما نجربهاش. فشكرا جدا لكل اللي اتفاعل معانا وكل اللي عاملين فولو على الانستجرام. دي منتجات من سعودي، يعني حد وقف معايا هناك، منتجات اسمها جود فود، اوكي، وان ستيب تو ايت، خطوه للاكل، جود فود اد سعودي، يعني المنتجات دي سعودي ماركت هو اللي بيعملها هو اللي بيصنعها، تمام. شاورما مجمده اول مره اشوفها بصراحه، تسخن في 4 دقائق، 10 قطع تسخن في 4 دقائق، والعلبه دي ب 80 جنيه 10 قطع. خلينا نفتح ونشوف وبعد كده نشوف قصه السعر دي، ان هي بدات في الفتره العثمانيه من القرن 18 لل 19. الشاورما كان بيسبلوها شاورما او شاورما مينينج تيرنينج ان عربيك، تيرنينج يعني جاي لف، لف في العربي، شاورما يعني لف في العربي او ملفوف، بلا 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 بلا. طيب اباوت اس، كلمتين كده عن سعودي. خلينا نفتح. اوكي، هي متغلفه بالطريقه دي، شغل نظيف شغل نظيف. محتفظه بريحتها اول ما بتفتحها، الريحه بتعملها. دي ميني شاورما، بصوا الصباع عامل ازاي، هو قد صباعك بس تخين شويه. دي سندوتشات شاورما ميني كده، حتة حلوة بصراحة، قطعة واقفة عليك ب 12 جنيه حاجة زي كده. طريقة التحضير بتاعتها مكتوب ان هي يزبل كامل، كده سايبها بره من فترة، ثم يسخن داخل توستر عالي الحرارة حتى الوصول للون الذهبي. طب انا ما عنديش توستر هعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. طيب بالنسبة للشاورما لو ما عندكش توستر تعمل ايه؟ هو قال لي ممكن تسخنها في الفرن عادي، بس انا بصراحة مش حاسسها، هو قال لي بس فايدة التوستر ان هي ممكن تاخد الحمشة بتاعت الجريل دي. فلو انت ما عندكش توستر هتجيب الجريل ده، تمام، اي جريل عادي، هنحط بس بخبختين زيت، نرص الشاورما بحيث ايه تاخد بس الحمشه بتاعتها، هي المفروض بتتسخن في 3 دقائق. بصوا خدت التحميشه بتاعتها ازاي، بتاعت الصاج ده. شكل الشاورما كده بعد ما سخنت، هي ما خدتش كتير على النار، وشو زي ما شفتوا انا بس عشان اديها التحميشه بتاعتها دي بتاعت الصاج، فيها خيار مخلل كمان، يعني اللي هو ايه انت اكنك شاري من بره بالظبط. فاضل لها شويه توميه تالي، بسم الله. كنت متوقع بصراحه ان الفراخ اللي جوه تبقى حاجه دراي كده لانها اتجمدت الاول، ولكن لا، الفراخ حلوه، تتبيلتها حلوه نظيفه، يعني بصوا انت قاعد كده بتنقنق في شاورما، طابع صغيره كده تاكلها، غير مخلل هي حته، فاضلها بس شويه توميه كده وايه وتكمل الليله. بالنسبه للحشو كمان فهي لا مليانه فراخ، مليانه يعني. بالنسبه لطعم فهي ممتازه جدا، حلوه جدا، مش مزيتها قوي برده طعم الفراخ، تتبيلته جميله. بالنسبه لنقطه السعر، في 10 من دول ب 80 جنيه، يعني الواحده تقريبا ممكن تبقى ب 12 جنيه. سندوتش الشاورما دلوقتي متوسطه 30 جنيه، فلو جبنا سندوتشين شاورما كبار ودول ممكن يشبعوك يعني لحد ما ايه ما خلاص ما تبقاش قادر تقوم، هيعملهم في رينج 60 جنيه. فالمنتج ده في رايي الشخصي ينفع لمين؟ لو انت مسافر رايح مصيف عاوز تاكل شاورما، مفيش محلات شاورما حواليك، ممكن تجيبه تحطه في الفريزر، جعان الساعه 2 3 بالليل وهفت بقى في دماغك تاكل شاورما دلوقتي، فده هيبقى خيار ممتاز جدا ليك. قيمي بالنسبه لشاورما الفراخ دي انا هديها جيد جدا، طعمها ممتاز جدا، ولكن نقطه السعر يعني. المنتج اللي بعد كده معانا وهو من نفس الشركه من سعودي، ولكن حاجة غريبة شوية، حاجة طلعت ترند كده، هو مش ترند قوي بصراحة، هي طلعت كده رمضان اللي فات بس ما انتشرتش قوي، هي جمبري كنافة. فوان ستيب تو ايت برضه، وأصلا فكرة إنك تجيب جمبرية وتلف عليها كنافة
بالمنظر ده، هل هتطلع حلوه وحشه؟ انا زي ما قلت لكم انا جبت الحاجات اللي لفتت نظري، يعني في منتجات تانية زي الحواوشي، حواوشي برضو صغير كده، وصوابع بسطرمه، حاجات تقليديه شويه، ومكرونه بشاميل دي سعرها 140 جنيه 10 قطع 140 جنيه. الجمبري غالي شويه، المفروض ان هي فراي 5 مينت يعني ليها في الزيت 5 دقائق 10 بيسز. شكلها تمام، والجمبري شكله كبير ما شاء الله. في علبه معاها علبه صوص تمام. وده الجمبريايه، هو جمبري كبير ما شاء الله، يعني حاجه ضخمه، كنافه لفه كده حواليه. المفروض ان ده هيتقلي في الزيت، طريقه التحضير بتاعته يقلى في الزيت على درجه حراره متوسطه حتى الوصول للون الذهبي، يقدم مع صلصه السويت شيلي الشهيره دي، صلصه السويت شيلي. هو مش ناسين حاجه، مفيش ريحه زفاره قوي، ودي حاجه حلوه، حاجه جامده جدا. تمام، هم 10 قطع، 10 قطع من دول، خلينا نقوم نقليهم في الزيت ونشوف الدنيا هتطلع عامله ازاي. كنافه بالجمبري، الزيت بتاعنا كده سخن، كنافه بالجمبري. بصوا انا حطيت الكنافه في الزيت، هي يعني نعم بس الزيت كان سخن شويه في الاول لحد ما خدت اللون الذهبي زي ما قالوا. شكلها كده جمبريايه، والكنافه كنافه ساده خالص. هي المفروض بقى الجمبريايه دي مخليه ولا ايه؟ خلينا هي مخليه خالص من جوه. بسم الله. هو جمبريايه كبيره جدا ما شاء الله، بس تحس كده بسنه زفاره وانت بتاكل، هي مستويه وكل حاجه، بس خلينا ما نقولش سنه زفاره، خلينا نقول انت بتحس بطعم التجميد وانت بتاكل، تحس ان في سن التلج كده وانت بتاكل. نفتح صلصه السويت شيلي. السويت شيلي اللي هو الفلفل الحلو، لو انت بتاكل شيبسي بفلفل حلو فهو ده السويت شيلي اللي عاملينه اصلا منه طعم. فهو مع البتاع ده بيكسر لك سنه الزفاره دي، بيكسر لك بمعنى اصح ريحه التلج اللي موجوده في الكنافه بالجمبري دي. هل هو اختراع جامد ما حصلوش مثيل ولا لا؟ انا شايفه عادي، يعني انا شايفه افتكاسه، والناس بصراحه يعني عاوزه تعمل اي حاجه الناس تتكلم عليها. حاسس ان الكنافه دي بيعملوها اكنها توبنج كده، او بريدنج بمعنى اصح للجمبري، بدل ما يحطوه في بقسماط او بيض بقسماط فبيحطوه في كنافه، فبيتقرمش كده من بره، بيديك احساس القرمشه. كطعم لا عادي، يعني انا بحب طعم الجمبري البيور الخالص ده، تحس انك بتاكل لحم جمبري. ككنافه انا بحبها مسكره، ماليش انا في الافتكاسات والجو بتاع الكنافه في الجمبري والكلام ده. مجملا انا هديها بصراحه مقبول برضه 140 جنيه، انك تجرب حاجه جديده بصراحه يعني شايفها كويسه. بالنسبه لاسعارها بره انا بصراحه ما اعرفش الكنافه بالجمبري دي المحلات بتبيعها بكام، لكن لو انت عاوز تجرب حاجه جديده مضمونه نظيفه عندك في الفريزر تطلعها كده تقليها، عاوز تتمنظر قدام الناس في اي حفله في اي بتاع، فالكنافه بالجمبري ما بيتهيأليش بصراحه ان انا اشتريها تاني. 140 جنيه برضه 10 قطع، ايش هو جمبري غالي والجمبريه بصراحه ما شاء الله كبيره، ولكن ما عجبنيش الميكس قوي. بس كلنا وبقلصنا، ما ينفعش اسيبك تمشي كده من غير ما تحلي. النهارده معانا ام علي في دقيقتين، ده منتج جديد اسمه على الجاهز، منزل ام علي سريعه التحضير في دقيقتين. معرفش بصراحه هو منزل منتجات تانية ولا لا، ولكن دي اللي انا قدرت الاقيها. سعر البتاعه السريعه الجميله دي 5 جنيه بس، 5 جنيه ومعاها مكسرات كمان، فده شيء ممتاز جدا. عاجبني جدا ان الكفر بتاعها معمول باللون ده، لان ده بيديك ايحاء ان الحاجه دي بيتي شويه. وكل اللي انت هتحتاجه يا باشا شويه ميه سخنه، مش مكتوب نفتح لغايه فين، فانا مش هفتحها كلها. دي المفروض دي المفروض اللي هي ام علي، في باودر هنا، وفي دي ده مكتوب على العلبه من بره ان ده باف باستري. اوكي، ومعلقه وشويه مكسرات، يعني في كسرت قوي، شويه جوز هند وثلاث زبيبات بالظبط. نحط كل الاكياس دي جوه الكوبايه، ونحط ميه مغليه من 70 ل 90 مللي ميه، ومعلم لك كمان ال 70 ل 90 مللي، يقلب جيدا حتى تمام الامتزاج. تضاف المكسرات حسب الرغبه، لبن مجفف منزوع الدسم طعم زبده بلا بلا بلا. ففكره انك ما تحطش لبن، هي اللبن الباودر. ماتيريال المعلقه بصراحه لذيذ، يعني حاجه نظيفه. ده شكل عجينه الباف بيستري. بص، هو من 70 ل 90 مللي ده هتحس ان الباف بيستري ده بدا يعوم كده جواها. بصوا بدا يعوم زي البط كده جواها. مكتوب ان احنا هنقلب لحد ما نحس ان هي خلاص يعني باشت، وممكن نمضغها عادي او ممكن ناكلها عادي بمعنى اصح. انا بصراحه كسرتها عشان احس ان هي ام علي، يعني لان المكعبات الباف دي مش تحس ان انت كل ما بتقلب فيها بتبقى قوامها متماسك كده شويه.
وأقدم لكم أم علي في دقيقتين. والله شكلها حلو يعني مش بطال. بسم الله. حلوة مش بطالة. حسش ان هي ام علي قوي ولكن مقربه لطعمها. انا عاده بحب اكل ام علي ساقعه مش سخنه كده، مش قادر الينك ما بين الاثنين، لكن توتالي وعلى 5 جنيه طبعا شغاله مش وحشه. انت بس ما بتحسش بطعم اللبن قوي، بتحس ان في طعم حاجه كده مكلكعه في بقك، مسكره سنه بسيطه، حاجه بسيطه قوي يعني مش هتضايقك، مديك شويه مكسرات في حاجه ممتازه جدا. لكن بصوا ممكن ما نطلقش عليها ام علي، هي حاجه طعمها حلو بس ما تقدرش تقول عليها ايه ام علي ومحدش يجادل لك. لا هي حاجه طعمها حلو. فتقييمي ل ام علي على الجاهز دي انا هديها 8 من 10. ياريت لو حد شاف الشركة دي بتعمل منتجات تانية سريعة التحضير غير ام علي يبعتها لي تحت في الكومنتات او يبعتها لي على الانستجرام او على فيسبوك او في اي حتة. لكن كل شيء لفيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. حاولنا نعمل شوية حاجات كده سريعة التحضير، اكلات سريعة كده تعرف تعملها بسرعة وانت قاعد في البيت. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو، لان اللايك فعلا بيساعد ان الفيديو يتشاف اكتر واكتر، وانتوا شايفين يعني الدنيا عندنا عاملة ازاي اليومين دول. شكرا جدا ليك. ما تنساش برضو تشير الفيديو مع اصحابك، تشترك معنا في القناة، وما تنساش كلمة السر يمين في يمين في شمال في يمين. سلام.